مبادرات المسؤولية الاجتماعية يتشرف اليوم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل باستضافة أبنائنا الأيتام بالشراكة مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان. الحقيقة أنه الشراكة بين النادي والجمعية في تنفيذ هذه المبادرة شراكة موفقة، خصوصاً أن هذه الفئة فئة عزيزة على الجميع. حقيقة من تحركنا من الرياض في الحافلة وأبنائنا الأيتام في غاية الغبطة والسرور، وكانوا فعلا مسرورين جدا، خصوصا أنه اليوم وافق يوم رحمة بفضل الله سبحانه وتعالى، هطول أمطار الله يجعلها أمطار خير وبركة. احنا سعيدين اليوم فعلا بزيارة الأيتام، هم خير وبركة لهذا المهرجان وخير وبركة على مبادرات نادي الإبل في مجال المسؤولية الاجتماعية.